صباح الخير خوتي، تحياتي لكم، ربي يحفظكم ومرحبا بكم عندي ياسين. الناس جديدة مرحبا بها، الناس القديمة كالعادة راهي في دارها. اليوم حبيت نشارك واحد الفلوغ ومد رايي لواحد الفئة من المجتمع اللي هما العائلات. بزاف ناس تسألني ورماركيت أنا في اليوتيوب تاعي في القناة، بزاف ناس تطرح سؤال معناتها يتشابه للسؤال الثاني. أنا خممت قلت خليني ندير فلوغ نشاركه مع خاوتي، وإن شاء الله بربي كما نقولوا إن شاء الله ما نكونش غلطت برك. علاش ما نحبش نغلط حتى الناس اللي راهي تسمعني، ولا نحب نقول الحقيقة حتى لو كانت مرة نقولها، كانت حلوة نقولها، ما عنديش مشكلة. على كل حال باش الإنسان ما يغلطش، ماشي كما بعض القنوات اللي تهضر برك وتلوحك على راسك. نو، أنا الشيء هذاك ما نحبوش، نحب الحقيقة، وإن شاء الله بربي خلينا دائما في المسار هذا إن شاء الله. وأول حاجة خاوتي ما تنساوش برك التعاليق تاعكم واشتراكات، لأنه راني روماركي مؤخرا دخلت التعداد تاع الصفحة الإعدادات، لقيت بلي كاين 7 ملايين مشاهد في آخر 28 يوم، لكن نسبة الاشتراكات باسك ما كاش 16000، قليلة بزاف بزاف بزاف. ماشي زعما انسان راه يقول لكم ديروا اشتراك بسيف، لانه علاش اشتراك هذا محبه خاطر، والانسان ما يقدرش تكزيجي عليه تقول له بالسيف عليك دير لي اشتراك. لا، انسان يتفرج الفيديو، اذا كان هذا الانسان اللي راك تتفرج فيه يستاهل اشتراك، علاش لا ما تبخلش عليه باشتراك باش يواصل معناتها في الطريق تاعو، وان شاء الله بربي يوصل حتى النجاح. وعلاش لا، حنا نفيدوكم وانتم تفيدونا، ماشي حاجه كبيره انسان يدير اشتراك، ماشي غير ليا، حتى ولاد بلادو كامل، معناتها ولاد بلادو كامل. انا جزائري نحكي على الجزائريين، ولا مغربي مع المغاربه، ولا دعم ولد بلادك معناتها يلو كان، ماشي غير انا، واحد اخر جزائري داير فولدير يوتيوب كذا، دعموا اذا كان المحتوى نظيف. انا ناكد اذا كان المحتوى نظيف، اذا كان المحتوى ما فيه ما ينفع شي هذاك، انا ما نقدرش نقول لك زعما دير له ابوني بسيف ولا لا، هذيك محبتك واختيارك انت. لكن نحكي على رايي الشخصي، انا نحكي على روحي، راني قلت لكم روماركيت بزاف بزاف لي فيو، بصح ما كانش اشتراكات، ما كانش بارابور التعاليق اللي راني نجاوبهم، ما كانش انسان ما نجاوبوش، قليل غير اللي ما نشوفش، غير اللي ابار نقولوا زعما ما شفتش تعليق تاعو الله غالب، لكن نشوف مستحيل ما راحش نجاوب. المهم الله يحفظكم خاوتي، ما تنساوش الاشتراكات تاعكم. بو خاوتي اليوم قلت لكم هذوك الناس اللي يقول لك انا نجيب العائله وخي كاينه خدمه زعما كاينه دار، كيفاش مع الاولاد مليحه ولا ماشي مليحه. انا نحكي معكم نورمال بالدارجه باش تفهموني، وباش انسان حد اخر ما يكذبش عليكم ولا يوهمكم بحاجات اللي ما تقدرش ما كانش منها. شوفوا خاوتي العائله هنايا بكل صراحه صعيب صعيب، العائله صعيب بزاف باش تقول زعما نجي مع العائله ونعيش هنا، صعيبه. لانه علاش هم كاينين بعض الشباب اللي راهم هنا وهم يقراو في يسمعوا في الفيديو تاعي يقدروا يجاوبوني اسكو صح ولا لا. جان وحده هنا راهو لاقي صعوبات، وحده راهو لاقي صعوبات، على بالي راح يجوني بعض يقول لك لا لا والرزق على ربي. سيفري ايه الرزق على ربي، ويقدر ربي يرزقك انت مع العائله تاعك، بالك يعطي لك الدوبل ودير الدوبل واش دار انسان وحده. لكن حنا نحكوا المنطق خاوتي، نتبعوا المنطق. هنا تجي انت والعائله الاولى قرايتهم، الدوزيام كيفاه تداويهم، تروازيام وين تسكنهم، هي اكثر حاجه وين تسكنهم، اهم حاجه وين تسكنهم، كيفاش راح تسكنهم. لانه الكره هنايا بلاسك ما يكرهولكش، ما يحبش يكريلك الا من رحم ربي، هكذا واحد انسان تغيظو هكذا ولا يقول لك معليش هذا انسان نكريلو، مي حتى لو كان يكريلك شحال راح يكريلك الدار، سيرتو في الولايات الكبار. انت بالطبع انت كي راح تجي لهنايا مع العائله تاعك راح تروح الولايات الكبار، لانه فيهم حظوظ العمل، الدراسه، العلاج، راح تلقى جمعيات، راح تلقى واحد الثغرات اللي يعاونوك في حياتك. لكن
المشكل كبير في هذو المدن الكبار، واللي شحال راح تكري، شحال راح تخلص الكرة، شحال يستقام لك الكرة، الكرة راح يستقام لك غالي بزاف. ومن بعد انت واش دير؟ تخدم ولا تكري ولا تسمى تلقى روحك ضيعت هذيك العائلة وضيعت نفسك، ضيعت حياتك، تعبت روحك باطن. لانه على هذيك الشيء انا اللي ما ننصحش نقولهم يا خوتي اروحوا انتم والعائلات منا، انا ما ننصحش بالشيء هذا، وعمري ما ندعم واحد باش يحرق. كاين شي عباد يسقسيوني على الحرقه ولا، انا جامي دعمت انسان يحرق. انا نمد معلومات تاعي هنا، نمد واش نعرف، اللي يحب يحرق اللي يحب ما يحرقش اللي يحب كذا، ربي ييسر الامور على كل انسان. المهم باش يجي انسان يقول لي نتوما راكم تبيعوا الاوهام، انا ما راني نبيع الاوهام لا والو، راني نحكي على الناس اللي راهم هنا. ولا انسان حاب يجي بطريقه قانونيه ولا كيما يحب يجي يجي، انا ماشي مشكلتي. المهم هذيك الناس اللي تخلي في التعاليق هذيك ربي يهديها، باسكو راه غير تخلط بك مع على بالها الشيء يدير. نكملوا الموضوع تاعنا. هي من الاحسن كرأي شخصي انا، من الاحسن انه رب العائله، الاب معناها رب العائله، من الاحسن انه يلقى كيفاش نقول لكم عقد عمل. لانه علاش؟ بعقد العمل يقدر معناتها يدير حل للعائله تاعو. بعقد العمل تقدر تطلع على العائله تاعك، وتقدر تقري ولادك، تقدر حتى المدام تاعك تخدم، تقدر يعطيكم لي تيتر سيجور. مي وين خاوتي بارابور البلاد اللي نعرفها انا مليحه شويه وسهله هي ايطاليا. ايطاليا مليحه تدفع على الاطفال ويكون فيها عقد عمل، او اسبانيا. اسبانيا رجع فيها العقد العمل صعيب شويه، لكن ايطاليا صعبه شويه. انا دائما ننصح رب العائله يكون وحده هنا، يجي وحده لهنايا، يقعد يشوف العقد العمل تاعو، من بعد يفكر كيفاش يطلع العائله تاعو. لانه علاش؟ كي تكون العائله تاعو هنا راح يكون هذاك الانسان راح يكون مرتاح. لانه علاش؟ ما يبقاش يخسر في دراهم ويخمم على دراري وكاري هنا وكاري في البلاد، ولا كان عنده كريه في البلاد مصروفه هنا ومصروفه في البلاد. على هذيك اللي انا ننصح بزاف خاوتي، ما تصدمش بالعائله تاعك، لانه راح تجيبها لهنا وراح تتميزر معاك، راح تعاني معاك. ما يبقاش الناس تكذب عليك تقول لك ايه تجيب العائله وارواح ومليحه منا هي رزق على ربي. هذه نعرفها باللي رزق على ربي، لكن الحقيقه حاجه واحده اخرى. باش انا نقول الكلام حتى لو كان ما يعجبش ولا ما، المهم قلت الحقيقه وقدام ربي سبحانه وتعالى. المهم خوتي دائما انتم انسان هكذا بالعائله تاعو يختار مدينه كبيره، يقول لك روح ليها فيها الخدمه كذا، من بعد كيجي ليها يلقى الكلام ما كاش، يلقى العائله تاعو متمرمده برا مشاكل. ونزيد لك حاجه واحده اخرى، اذا كنت اهملت الاطفال تاعك الدوله تديهم لك، وعمرك ما زيد تشوفهم، ما تعرفش كامل وين راهم، وين داوهم، لا للشرق ولا للغرب، ما يعطولك حتى خير باش تعرف ولادك وين راهم. فعلا ما تكون سبه، ما تخليش ما تكون سبه باش تهمل اطفالك وتندم بزاف. وك تعرف دائما احنا ندم يجينا روتر. الله ييسر الامور للجميع. الحل الوحيد هو كونترا دو ترافاي، دبر عقد عمل. كي تدبر عقد عمل طلع اولادك وراح تكون مامن، وعندك لي تيتر سيجور ولاباس، وولادك يقراو. وكاين واحد الناس اللي يقول لك انا نجيب العائله ندخل ولادي يقراو، كي يقراو ولادي يعطونهم كوارت. والله يا خوتي نعرف عباد هنا، والله نعرفهم شخصيا، عندهم 18 سنه هنا في فرنسا، 20 سنه في فرنسا، ولادهم هنا كبروا والله ما عندهم ورق. يا خوتي على بالي شي ناس جيت تكذبني ولا، ماشي مشكل. الانسان ماشي حاجه كبيره بزاف، انسان يدخل وين يدخل واحد لي ميسيون هنايا، واحد لو ديكيمو هكذا يعملوهم هنا في فرنسا ولا في اليوتيوب. ادخل وشوف العائلات جزائريه مغربيه تونسيه، شوف العائلات هذه شحال تعاني من المشكل اوراق هنا في فرنسا. ادخل وشوف بعينك. كاينين، انا شفت شخصيا واحد العائله هنايا جزائريه، ولادو قالك زادوا هنا وكبروا هنا، ليومنا هذا مازال ما عطاولوش الوراق، ولادو راه في عمرهم 17 سنه. ادخلوا وشوفوا خاوتي، وخلوا لي في التعليقات اسكو واش قلت لكم الحقيقه او لا.
هذه هي دائما ما نحبش نبيع الاوهام لخاوتي، خاوتي ما خليش فيديو يكون طويل طويل عليكم بزاف. تحياتي لكم وربي يسر الامور للجميع، ان شاء الله ربي ينجح كل انسان ويوصلوا ونراه حاب ان شاء الله. ما تنساوش خاوتي الاشتراكات تاعكم وتعليق اي حاجه ولا خاوتي خلوها لي. بالنسبه للناس تاع الانستغرام اللي راهي تجي عندي الانستغرام وتخلي لي اسئله، يا خاوتي راني نحاول نجاوب قدر المستطاع لانه كاين بزاف الاسئله، وسامحوني خاوتي راح نحاول نجاوب خطا على خطر انسان. ما نجاوب نقولوا في النهار نجاوب 5 6 لانه كثير بالنسبه عندي عائله عندي خدمه عندي. سمحوا لي خاوتي بزاف بزاف، الله يحفظكم خاوتي وبونجورني والسلام عليكم.